احنا بنعيد بعيد نياحة البابا شنودة الثالث من 12 سنة. بابا شنودة الثالث يعني معظمنا شافه وبيسمعه وبيتعلم منه لحد دلوقتي، لأن اللي بيرتبط بكلمة ربنا بيفضل حي ما بيموتش. اللي حياته كلها مرتبطة بكلمة ربنا بيحيا إلى الأبد ما بيموتش. أربع حاجات كده بسرعة أقولهم لكم عن البابا شنودة. طبعا هو مليان حاجات حلوة كتير، لكن أول حاجة وأهم حاجة ارتباطه بالإنجيل، حبه للإنجيل يفوق الوصف. كانش طبعا في زي دلوقتي آبس موجودة والإنجيل الناس بتقراه كده على التليفون ولا على الكمبيوتر، كان كتاب، والكتاب ده هو ياما مشي فيه أيام وشهور وأسابيع وسنين طويلة يقرأ ويحفظ ويكتب. ياما كتب آيات الإنجيل دي، كل كتبه مليانة بآيات الإنجيل، كل عظاته تشوفوا الوعظة تلاقيه واخد من أول آدم لحد آخر حاجة، ماشي في الإنجيل، كل عظة رحلة في الإنجيل. وهو قاعد معانا كان لازم يقول لنا حطوا لي إنجيل قدامي، ما ينفعش يقعد في قاعدة ما يكونش الإنجيل قدامه، لأنه كل شوية محتاج يفتحه يراجع الآية. تقول لي ما ده هو حافظ، لا يراجع، عايز يثبت بالظبط يحفظ الآية ويعيد عليها بدل المرة 100، مش قراها مرة وخلاص، لا ده لو هو ناسي حاجة دوس ليه فتح ويحفظ ويعيد على الآية ويحفظ الشاهد بتاعها. حبه للإنجيل كان عجيب قوي. مرة زمان سنة 95 رحت لبنان، كان في أواخر يونيو، إحنا رحنا كان يوم 3، كان البابا شنودة لسه راجع من لبنان، كان في زيارة هناك، ما عرفش كان مؤتمر أو حاجة، فكان في زيارة يومين، فقال كلمة كل قنوات بتاعت لبنان أزعتها، قال كلمة روحية قوية جدا، وعظة زي اللي بيوعظوا في مصر بس هم مش واخدين على كده في لبنان. واحد مطران كبير هناك يعني بيقول لي الراجل بيوعظ كل كلامه آيات من الإنجيل، احنا مش متعودين على هنا على كده، هنا المطرنا بيتكلموا في السياسة، فبقوا يقولوا هو ايه الراجل ده اللي عمال يقول كلام من الإنجيل، المطرنا هنا يقعدوا يتفلسفوا ويتكلموا في السياسة. ده الراجل يعني راجل روحاني جدا يعني، بس هو بيقول كلام يعني وهو بيسخر من الوضع الموجود عندهم. يقول البابا شنو ده الراجل اول مره اشوفه بطرك بيتكلم كل كلامه من الانجيل. فلما بيقولوا له كده قال لهم طيب هو المفروض البطرك يكرز بايه، يتكلم في ايه غير كلام الانجيل؟ تاني حاجه في البابا شنو ده كانت جميله وواضحه، انه كان ينتقي كل كلمه يقولها، مش يهبط كده في الكلام، اي كلام يجرح حد يعور حد يبهدل يقول كلام غير لائق، لا الحقيقه كان منضبط جدا في كلامه وعف الالفاظ لدرجه يعني برضو معلش اقول لكم يعني إن الكنيسة قبل عهده حاجة وبعد عهده حاجة. قبل عهده كانت الشتايم حاجة طبيعية في لسان الناس مع الأسف، وفي لسان الإكليروس مع شديد الأسف، الشتايم دي كانت حاجة طبيعية، محدش بينتقدها، حتى محدش بيقول ما تشتمش، كانت الشتايم حاجة طبيعية في بق كل المسيحيين بما فيهم الإكليروس. البابا شنودة الحقيقة غير الوضع ده، علم الناس الأدب في الكلام والألفاظ النقية، وكان ينتقد دايما اللي كان يقولوا ايه معلش هو لسانه وحش كده بس هو قلبه أبيض، كان ما يعجبوش الكلمة دي، يقول لو قلبه أبيض يطلع ألفاظ ايه بيضة، اللي قلبه أبيض يطلع ألفاظ كويس، ما من فضلة القلب يتكلم الفم، لكن بيقول ألفاظ مش كويسة إزاي؟ الحقيقة كان ينقي كل كلمة
حتى ولو كان متضايق جدا وفي وقت يعني مشدود ولا حاجة، برضو ينقي كلامه، ينقي الكلام الحلو. دي صفة جميلة. فارتباطه بالإنجيل أنه كان بينتقي الألفاظ وكان عافي اللسان. تالت حاجة جميلة جدا كانت فيه أن هو سخي في العطاء، محب للمحتاجين ويعطف عليهم، وسخي في العطاء بوجه عام. عشان كده ربنا عطاله كتير، وكان يدي بوفرة، يدي 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 على قد ما ربنا كان يديله، على قد ما يدي بوفرة بعطاء بشكل غير متوقع الناس ما تبقاش متخيلة. يعني حتى لو واحد راح يصلح له حاجة مثلا، يديله أضعاف اللي هو يمكن مفروض ياخده، ده غير الناس كلها اللي حواليه. كان عنده زي شنطة كده حط فيها فلوس، كان مسميها شنطة الخمس خبزات والسمكتين اللي ما بتخلصش. فعلا كل لما ربنا يديله كان يدي يدي ويدي للكل، ما يبصش بقى ده يستاهل ايه وده ما يستاهلش، كان يدي بسخاء. رابع حاجة برضو جميلة فيه وفادت الكنيسة جدا، طبعا كلها شغل ربنا في حياة الناس الأمناء اللي سلموا حياتهم ليه، إنه كان عنده رؤية لمستقبل الكنيسة. رؤية، كانش بس باصص تحت رجليه، كان بيبص لقدام، يحب إن الكنيسة تشتري أراضي علشان بكرة دي مكان يبقى حلو للخدمة، يحب إنه يوسع هنا وهنا وهنا، يحب إنه يعتني بالصغيرين عشان عارف إن دول هيبقوا القيادات، يحب يلتقط المواهب. هو عشان كان قوي ما يفرقش معاه لما يكون الناس أقوياء حواليه، بعيد عننا الضعيف، القائد الضعيف عايز كومبارس حواليه، معلش في الكلمة يعني، عايز ناس ضعفاء يقولوا له حاضر. لا، هو كان يحترم جدا اللي بيفكروا والأقوياء ويشغلهم معه ويحطهم في القيادة، لأنه عنده رؤية للكنيسة. فدي حاجة جميلة إنه كان عنده رؤية للكنيسة، فعمل حاجات كتيرة جدا من أجل مستقبل الكنيسة، وحط أساسات لحاجات كتيرة جدا في مصر وخارج مصر. شوف كنيسة وسعت قد إيه، كل دي ثمر تعبه ومتابعته. كنيستنا دي كانت كم أسرة؟ 3-4 أسر، بدأت 3-4 أسر اهتم بيها. كان يعرف الله ينيح روحه الدكتور ميشيل اللي بدأ الفكرة، دكتور ميشيل ميخائيل، وقال له حاضر تعتمد الكنيسة، أبعت لك كاهن. لا في مبنى ولا في شعب، يعني هم كلهم 3-4 أسر، لكن بالرؤية المستقبلية كان شايف. وبعد ما تأسست الكنيسة على الورق ب3 سنين رسم أبونا إسحاق وبعته، وأبونا إسحاق بالإيمان كده جه، جاء على كم أسر؟ 7-8 أسر بيأجروا مكان يصلوا فيه. بس دي رؤية إنه بكرة دي نواة هتبقى كنيسة عظيمة، شجرة عظيمة تتآوى طيور السماء في أغصانها. ده اللي احنا متمتعين به دلوقتي، ده ثمرة الرؤية والمتابعة والاجتهاد والحب لربنا وللكنيسة، تنتج ثمار حلوة في كل مكان. برضو بيحكوا لي في كنيسة ماري جرجس لما بدأوا خدوا أرض، وبعدين عملوا رسمة كده وراحوا وروها له علشان يباركها، يعني قال لهم إيه اللي انتوا عاملينه ده؟ إيه الرسمة دي؟ دي حاجة صغيرة خالص، دي ما تنفعش. راح موسع كده بالقلم وراح عامل لهم تخطيط كده على مساحة أكبر بكتير، وقال لهم مش أقل من كده. روحوا النهاردة كنيسة ماري جرجس مش مساعية الناس، مش مساعية الناس، ومحتاجين بشدة إن هم ينقلوا في مكان تاني أو يعملوا مبنى تاني. فالرؤية للكنيسة، كان صاحب رؤية. ما كان حد يشتري أرض في أي حتة. أنا فاكر مرة جينا زرناه وكان عيان ومسك العقد كده في إيده وكان فرحان، بيقول الشاري كسبان. مش بيتكلم على أمور مادية، هو بيتكلم على رؤيته لمستقبل الكنيسة. يبقى كان يعني، أنا قلت حاجات صغيرة كده بس يعني عشان وقتنا النهاردة، كان نمرة واحد بيحب الإنجيل جدا جدا وملتصق بيه ومرتبط بيه وبيفكر فيه وعايش فيه وبيتكلم فيه طول حياته. نمرة 2 كان يختار دايما الألفاظ العفيفة
النقية اللي ما تتعبش أو تجرح. نمر التلاتة إن هو كان معطي بسخاء وكريم، كريم في حبه وفي عطائه للكل بكل أنواع العطاء. نمرة أربعة كان عنده فيجن، كان عنده رؤية لمستقبل الكنيسة. أربع صفات جميلة، ربنا ينايح روحه وينفعنا ببركة صلاته، ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.